خلونا نتكلم النهاردة عن التضحية، قصة بنعيشها يومياً، ويانا سمعنا عن أساطير في التاريخ الماضي والمعاصر عن أفراد ضحوا بحياتهم من أجل غيرهم. نيتروفيل أو الخلايا المتعادلة، واللي بتمثل السواد الأعظم من كرات الدم البيضاء اللي معروف وظيفتها في مواجهة العدوى زي البكتيريا. عرفت عن فيم لاب السنة اللي فاتت من واحد من زملائي يعني في المعمل أو في الشغل. قدمت السنة دي بقى لما الظروف أتيحت يعني، وحطوني في الشورت ليست واتقابلت في التصفيات يعني. اشتغلت أول تصفية كانت في الاي سي اللي هي الهيد بتاعت الجامعة الأمريكية، وتأهلت من خلالها وجيت هنا بقى في الفاينل هنا مع ال 11 متسابق التاني. الموضوع بتاعي النهارده كان عن ايه؟ كان عن حاجه اسمها النيتوزيس او نيتروفيل اكسترا سيلولار تراب. هو موضوع يعني مش كل الناس اللي بتذاكر مناعه احتكت بيه، يعني فكره ان الخليه بتضحي بنفسها علشان تحميك، هي فعليا بتنهي حياتها بايديها علشان تحميك وتموت البكتيريا اللي حواليها. فكره شدتني جدا يعني، انا شرحتها مسبقا للناس زمايلي قبل كده بنفس التشبيه ده او مشابه لي، فلاقت استحسان يعني، فحضرتها كتوك للفاينل، واتمنى ان هي تلاقي استحسان اللجنه والناس. الاول مره الجمهور بيختار 2 هم الفائز بجائزه الجمهور، حسام عبد الحي ومروان مصطفى. هي اشهر اكاديميه البحث العلمي على تشجيعها للشباب. الدكتور محمود قرر دلوقتي ان هو هيدي الجائزتين نفس القيمه 5000 جنيه لكل متسابق. انا هطلب من الدايركتور بتاع البريتش كونسل تو اناونس اسم الفائز الاول معانا النهارده. اليكس، وود يو لايك تو كول ذا نيم اوف ذا فيرست وينر؟ حسام عبد الحي. حسام عبد الحي.